تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، مما ندفع به البلاء وهو الدعاء بتضرع وإلحاح، ليس الدعاء العادي بل بتضرع وإلحاح. فالدعاء من أقوى الأسباب لدفع البلاء قبل نزوله. الدعاء هو عدو البلاء، يدافعه، يعالجه، يمنع من نزوله، لكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعف في نفس الإنسان بأن يكون دعاؤه خافت لا يصل إلى الله، أو ربما كان الدعاء في عدوان هذا لا يصل أيضا، يحب أن يلحق الأذى بالآخرين، أو لكن في العبد عنده ضعف في قلبه أو عدم إقبال على الله، هذا كله لا يصل، لابد أن يكون الدعاء فيه قوة. كذلك الدعاء إذا كان في مانع لا يصل، من كان يأكل الحرام دعاؤه مقطوع، من كان يظلم الناس ويظلم المقرب إليه دعاؤه مقطوع، من كان عنده الذنوب في قلبه لا زال لم يتوب منها، الران الذي استولى على القلوب أيضا، الغفلة أيضا إذا استولت على القلوب، السهو وغلبة له على الإنسان، الدعاء لا يصل، لابد أن يكون الدعاء من قلب صادق فيه العمق وفيه اليقين. ولا ينبغي للإنسان أن يستعجل ويستبطئ الإجابة فيتحسر ويقول دعوت ربي فلم يعطيني. إياك أن تستعجل وإياك أن تستبطئ الإجابة. فالدعاء لكي يكون هناك مستجاب لابد أن يكون فيه حضور القلب بالكلية، وأن يصادف وقتا من الأوقات للإجابة، أوقات الإجابة معظمة كثيرة، منها الثلث الأخير من الليل عند الأذان، بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات المكتوبات، كذلك عند صعود الإمام في صلاة الجمعة إلى المنبر، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وغير ذلك من الأمور. الدعاء لابد للإنسان أن يبدأ فيه، أن يكون متوضئا على طهارة، يستقبل القبلة، يتدلل إلى مولاه، يتضرع ويخاطب الله برقة، ثم يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يثني بالصلاة على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين يديه توبة واستغفارا أو صدقة، ثم يدخل على الله، يدخل أددك، لا تدخل على الله هكذا مباشرة. احنا عندنا في الأداب وفي العادات والتقاليد ما تدخلش على شي واحد الدار ديالو بيدك هاوين، لابد تدخل على الإنسان الآخر يدك عامرة، الله تعالى غني عن العالمين، لكن ندخل إلى الله تعالى بوضوء وطهارة وتوبة واستغفار وصدقات نقدمها للضعفاء والمساكين، ثم ندخل على الله، وبعد ذلك نلحم في المسألة ونعلق كل أمالنا في الله، ونتملق إلى الله تعالى، ندعوه رغبة ورهبة، ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، ثم بعد ذلك سنرى عجائب قدرة الله. فهذا أيضا من الأعمال الطيبة في دفع البلاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.